السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، في أمسية مميزة نطرح ونناقش فيها مع ضيفين الكريمين ما جاء في كتاب الوالي إسماعيل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الجلسة اليوم، الدكتور محمد بن حمد العريمي، خبير إعلامي بهيئة حماية المستهلك وباحث ومؤرخ ومحرر عن تاريخ عمان المعاصر. حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية من جامعة عين شمس، وعمل كمحاضر أكاديمي بكلية الشرق الأوسط في الفترة من العام 2012 إلى العام 2017، وأيضاً كاتب سابق بجريدتي عمان والرؤية، ومشرف على القسم التاريخي بموقع أثير الإلكتروني. صدر له كتابين بعنوان تاريخ صور البحر المروري بالاشتراك مع الباحث الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، وكتاب آخر بعنوان في مقاهي المحروسة. اسمحوا لي أيضاً أن أرحب بالفاضل إياد بن خليل الرصاصي. وقبل أن ننتقل لضيوفنا الكرام، نستعرض معكم هذا الفيديو لتوقيع كتاب الوالي إسماعيل في إطار فعاليات الملتقى الصحفي العماني الأمريكي الذي أقيم بمركز السلطان قابوس الثقافي في العاصمة الأمريكية واشنطن بالفترة من 8 إلى 10 مارس تحت رعاية سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية. نستعرض الفيديو معا، شكرا لكم. كاتب محمد، دكتور محمد العريمي، يوقع كتابه طبعا الوالي اسماعيل، محطات الرؤيه في سيره اسماعيل بن خليل الرصاصي. في هذه اللحظات طبعا يتم توقيع الكتاب لسعاده سفير السلطنه في الولايات المتحده الامريكيه موسى الطائي. كل التوفيق اكيد للملتقى والفعاليات التي اقيمت في مركز سلطان قابوس الثقافه. شكرا جزيلا لكم. أيضا أود فقط أن أنوه إلى أن بالتنسيق مع جمعية دار العطاء يتوفر هذا الكتاب، كتاب الوالي إسماعيل، لدى مقر الجمعية بالقرب من شارع الجامع الأكبر مرتفعات غلا مسقط. عوائد مبيعات الكتاب يعود رياها للجمعية، وسعر الكتاب 15 ريال. شكرا جزيلا لكم. ننتقل الآن إلى ضيوفنا الكرام. نبدأ معك أستاذ إياد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم. أنا إذا بتسمحوا لي يعني أبلش بطريقة غير تقليدية، إنه أنوه بتمنى الشفاء لأخونا وحبيبنا سيمون كرم أبو كريم. معرفتنا بترجع ل 45 سنة مضيت، وأنا وبفتقده اليوم لأنه كنت كثير طامع إنه على آخر الجلسة إنه يلخص كعادته عميد المجلس. سيمون، بتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله وترجع لنا بألف صحة وعافية. ثانياً بشكر حضوركم الكريم وممنونكم كثير واهتمامكم بهالكتاب. نمرة ثلاثة بشكر سعادة خليل الخنجي أبو عبد الله، الله يبارك فيك، شكرا لدعوتكم الكريمة لهذا المجلس، بنتشرف فيه وإن شاء الله بنتوفق من تقديم هذا الكتاب. وبعرف إنه صار يمكن أكثر من سنتين وإحنا عم نتكلم عن موضوع تدشين الكتاب، أول كتاب والثاني الكتاب، والآن الحمد لله الله وفقنا واجتمعنا. ونمرة ثانية ببارك لك نجاح نجليك إن شاء الله، وإن شاء الله بيرفعوا لك رأسك ويكون حياتهم المستقبلية إن شاء الله بنجاح تام. إذا بداية الكتاب كمثل ما شايفين، يمكن معظمكم شاف الكتاب، يمكن ربما قرأتوه، فهي ارتكز ابن أساسه على المذكرات الوالد رحمه الله، وألبوم الصور اللي تركت وقدرنا نحصلها من بعد التفجير اللي صار في البناية اللي كان ساكن فيها في الوالد رحمه الله في بيروت، وبعد الهجوم الكاسح اللي كان الإسرائيلي دخلوا على لبنان ب 1982.
بقت المخلفات والحمد لله كانت المذكرات وبعض من المدونات والألبوم الصور. قدرت بألف تقريبا بأواخر 2020 أن أعمل ألبوم صغير وكتيب، ودخلت مواضيع مهمة شوي من المذكرات، وعملنا كل هذاك الألبوم ونشرته إلكترونيا. وبعدين كان قررنا نطور في المذكرات بعد ما شاركنا أنا والدكتور محمد العريمي بخدي، ووصلنا لمرحلة إصدار هذا الكتاب اللي قدامكم. هذا الكتاب صراحة كمان أشكر معالي محمد الزبير الأخ الغالي اللي 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 ساعدني شاركني في إصدار هذا الكتاب هذا بمساهماته القيمة. وأول شيء بحب إنه أعرضه في مدخل الكتاب هو هذه الصورة قدامكم، هذه صورة الوالد، هذه صورة الوالد ب 1936 في لباسه العماني الكامل، يعني الدقلة والعمامة السعيدية، وأهداها لأخي وصديقي الشيخ الزبير، والد محمد معالي محمد الزبير، وبقت في حفظ عائلة الزبير لغاية العام الماضي، الكرم معالي وهداني إياها، وكان شرف عظيم إن أنا أحتفظ فيها وأحتفظ فيها الآن بصدارة البيت. فأظن ربما قريت التعليق اللي عليها. إسماعيل رصاصي في كامل لباس الرسمي العماني، الدقلة العمانية السعيدية، صورة شخصية مقدمة من إسماعيل رصاصي لصديقي الشيخ الزبير بن علي في عام 1936 كتذكار عن مدى العلاقة الأخوية بينهما، وأهداها معالي محمد بن الزبير بن علي لإياد بن إسماعيل الرصاصي في عام 2021. وتكرم معالي بعمل تقديم في تقديم في للكتاب، والحمد لله يعني ربما قريته فيمكن ما ضروري ان احنا هذا كان التقديم. ومن ثم مشاركته ما شاء الله يعني يمكن بحب بذكرها في الشكر والتقدير بعد هذه الصفحه هذه بعد بنذكرها. بعدين بعد الصفحه بيجي صار الاهداء. الاهداء يعني حتى لا تبقى طي الكتمان عن زمن ولى وطواه النسيان. الحمد لله ذكرى إسماعيل الرصاصي حاولنا نرجعها مرة ثانية، وتوفقنا الحمد لله الحمد لله بالله. ودكتور العريمي بحثه كان مهم جدا ونتج عنه هذا الكتاب القيم. هنا الشكر والتقدير بيرجع لكثير تعاونوا معي في هدوني وثائق صور كتب أرسلت لي، وأهم شيء هو طبعا كان دعم عائلتي الحبيبة، وأشكرهم جدا. العمل تقريبا على الكتاب أخذ تقريبا أكثر من سنة، يمكن 14 شهر تقريبا توصلنا لليوم لهذا الإنتاج. برجع بشكر معالي محمد الزبير مرة ثانية، وبشكر كل من ساهم معي وقدم لي كل ما يعني من وثائق، وذكرت أنا وثائق وصور، فالحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة كثير متقدمة، وكل عرضت بالكامل في هذا الكتاب. لذلك ما عندي زيادة عن هذا غير أني أنا فخور الحمد لله رب العالمين أنه
كتاب بهذه القيمه بهذا الصدر، والحمد لله الحمد لله يعني النتائج طيبه للان. وارجو من اقتناه ومن سيقراه في المستقبل انه يستفيد منه، لانه عدا عن مذكرات عن شخص خدم عمان في فتره القرن الماضي، هي تاريخ يعني لو ما اهتمينا فيه الان راح ينسى وينسى بالكامل. فالحمد لله رب العالمين، هذا يعني اعتبره نجاح. بحب الان اقدم لكم الدكتور محمد العريمي. كنا سويا 14 15 شهر تقريبا يعني، واعطاني كل ما يملك، اعطاني خبرته، اعطاني دراسته، واعطاني كمان اهتمامه بالتاريخ العماني المعاصر. وهذا كله انعكس في تحريره، في بحثه، في تحريره ومحتويات هذا الكتاب. انا فخور بعلاقتنا مع بعض، علاقه صارت اكثر من اخويه، وان شاء الله تستمر هذه العلاقه ان شاء الله. بحب انه هو يتفضل ويقدم ما قدم في المقدمه، ويعطي بس تقرير مختصر للفصول الثمانيه تبع الكتاب، ومش راح تكون مطول عشان ما نزعجكم، لانه بنحب انه يكون المجال ينفتح للمناقشه اللي هو اهم من هذا يعني. فالان اذا الدكتور محمد يتفضل، اهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في البداية كل الشكر والتقدير إلى مجلس الخنقي على تقديم الدعوة وإقامة هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي ينظمها المجلس من حين إلى آخر. الشكر كذلك موصول إلى كافة الحضور الذين تكرموا وحضروا هذه الجلسة، وهذا دليل على اهتمام ودليل على التشجيع وعلى تقدير كذلك. إذا ما أردنا الحديث عن كتاب الوالي إسماعيل، أنا في البداية أقدم شكري وتقديري للأستاذ الفاضل والصديق العزيز إياد بن إسماعيل الرصاصي، لأنه إذا كان هناك من نجاح لهذا الكتاب فبعد الله سبحانه وتعالى جزء كبير جدا من الفضل يعود إليه، لما قدموا من دعم، أولا دعم مادي ومعنوي، لما قدموا من معلومات، من وثائق، من أراشيف، من صور ووثائق، لما قدموا من مراجعات كان لها أثر إيجابي في تصويب العديد من النقاط وتوجيه مسار البحث توجيه الأفضل. إيجابيته ومرونته، كل هذه النقاط كان لها أثر علي أنا الذي استفدت وأضفت إلى خبراتي البسيطة جدا أشياء كثيرة، فله كل الشكر والتقدير. أما عن الكتاب هو لا يتحدث عن إسماعيل بن خليل الرصاصي بشكل خاص بقدر ما يحاول تسليط الضوء وفتح نوافذ للتعرف على جوانب من تاريخ عمان الحديث والمعاصر. تاريخ عمان المعاصر هو تاريخ زاخر بكثير من الأحداث، ولكن للأسف لقلة الأراشيف وقلة الاهتمام بالتوثيق والتدوين لا يوجد لدينا الكثير من المعلومات عن شخصيات برزت في المجالات، وبالأخص أتحدث عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. هناك كثير من الشخصيات التي ظهرت وبرزت في هذه المجالات لم يتم تسليط الضوء عليها لأسباب مختلفة، يمكن أن نعزيها إلى قلة الوثائق وعدم وجود مؤسسات تعنى بحفظ تاريخ هؤلاء. فلذلك كان الحديث عن تاريخ شخصية إسماعيل الرصاصي للوصول إلى جانب من تاريخ عمان، وبالأخص في مجالين مهمين أو في ثلاث مجالات مهمة: المجال التربوي والتعليمي، والمجال الإداري،
والمجال الدبلوماسي، فلذلك أتى هذا الكتاب في 9 فصول. الفصل الأول من القدس إلى مسقط، تناولنا في مسيرة إسماعيل القصاصي كيف أتى من القدس وهو ابن القدس التي كانت ولا تزال، ولكن نحن نتحدث عن بداية القرن العشرين، كانت القدس من الحواضر العربية المهمة، كانت بلد مزدهرة ومتطورة بصحافتها وفنها وسارحها وحراكها السياسي والإداري. فالرجل مشى في بيئة متفتحة ومتطورة ساعده في ذلك، هذه الخبرات ساعدته فيما بعد على البروز والنبوغ بشكل كبير في مجتمع مسقط واستمراريته وتنقله بين عديد من الوظائف الإدارية. أيضا أبرز شخصيات أسرته وكيف انتقل. الفصل الثاني يسلط الضوء على دور إسماعيل الرصاصي المهم في مجال التربية. من يبحث عن دور إسماعيل الرصاصي في مجال التربوي لا يكاد يجد أكثر من 2-3 سطور، حاله كحال كثيرين، ولكن عندما نقف مع دور إسماعيل الرصاصي نجد أنه دور كبير ومهم. إسماعيل الرصاصي هو مدير أول مدرسة حديثة في عمان. إسماعيل الرصاصي أدخل مناهج كانت لأول مرة تدخل. إسماعيل الرصاصي أدخل نشاط الكشف. إسماعيل الرصاصي كان وراء تخطيط مدرسة السعيدية. إسماعيل الرصاصي كان خلف أول حملة علمية ذهبت إلى العراق في 37. إسماعيل الرصاصي كان يمكن أن نعتبره أول وزير أو أول مدير معارف في عمان. إسماعيل الرصاصي حتى عندما كان والي كان أيضا كانت له إسهامات في المجال التربوي، فالرجل إسهاماته التربوية أكثر مما كتب عنه. فلذلك نحن لابد أن نقف مع الرموز الذين أسهموا في مثل أو في إنجازات كهذه. الفصل الثالث يتناول الجانب الإداري كرجل دولة. إسماعيل الرصاصي نعم أغلقت المدرسة السلطانية في 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 سبتمبر 32، ولكن هل معنى ذلك أن دور إسماعيل الرصاصي انتهى؟ لا، دور إسماعيل الرصاصي الإداري كان قد بدأ قبل ذلك. وهنا نشير أيضا إلى أنه كانت هناك مؤسسات إدارية ونشاط إداري موجود زمن السلاطين، وتحديدا منذ زمن السلطان فيصل ثم السلطان تيمور ثم السلطان سعيد، وحرصه على الاستفادة من العديد من الخبرات العربية والأجنبية الذين يمكن أن يفيدون البلد. وكانت هناك مؤسسات عديدة وجمعيات خيرية قامت بعدد من الأنشطة. إسماعيل الرصاصي كان وهو مدير مدرسة كان يحضر فعاليات وكان يشارك في رحلات، ولذلك كان دوره مهم في المجال الإداري. كيف تنقل بعد ذلك؟ أصبح رئيسا للمحكمة العدلية وهو منصب عالي، ثم أصبح واليا لمطرح، وهنا نضع 10 خطوط تحت والي مطرح، مطرح المدينة الكبيرة في عمان. كانت بحاجة إلى والي من طراز خاص، أتي إسماعيل الرصاصي ليكون واليا لها في 39، هذا دليل على شيء ما. ثم أصبح واليا مشرفا على ولاة الباطنة، ثم أصبح فيما بعد رئيسا للولاة، وهو ثاني أكبر منصب في المجال الإداري بعد ناظر الداخلية الذي كان يعني كان به السيد أحمد بن إبراهيم. حتى إنه يعني السيد سعيد بن تيمور عندما ظهر النفط ذكر أحد الكتب أن السلطان سعيد كان يريد أن يولي إسماعيل الرصاصي منصب وزير النفط، وهذا أيضا دليل على حنكته وخبرته في المجال التربوي. ننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر وهو زياراته الرسمية للخارج. إسماعيل الرصاصي قام بالعديد من الزيارات، سواء كانت زيارات خاصة، وهذه الزيارات تم تداولها سواء في مذكراته أو حتى في الأراشيف الأجنبية، بالإضافة إلى زيارات رسمية قام بها مع السلطان سعيد بن تيمور، وتحديدا إلى القارة الهندية سواء في الهند أو بعد أن انفصلت باكستان، فهناك زيارات عديدة في الأربعينات والخمسينات. كذلك هناك زيارة شهيرة قام بها إسماعيل الرصاصي بصحبة السلطان سعيد في 55 إلى بريطانيا ثم إلى بغداد. ايضا في 62 مثل السلطنه في 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 جنيف في اجتماعين لمنظمه الصحه العالميه ومنظمه الفاو، كانت السلطنه ترغب في الانضمام الى هذه المنظمات. اضافه فيما بعد الى ايضا ننتقل الى دوره الاخر، او ان شخصيه اسماعيل الرصاصي
جعلت الإنجليز وهم أكثر من كتب عن التاريخ العماني من الأجانب في 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 ملفاتهم الاستخبارية يركزون على شخصية إسماعيل الرصاصي. إسماعيل الرصاصي هو رجل عربي أتى من فلسطين، ونعرف وضع فلسطين في تلك الفترة، وبالتالي كان هناك متابعة دائمة ودائمة لأخبار إسماعيل الرصاصي، فلم يكن يخلو تقرير من تقارير الأربعينات أو الخمسينات إلا ونجد إشارة إلى إسماعيل الرصاصي، سواء كان نشاطا اجتماعيا أم نشاط فكريا أم نشاطا إداريا وسياسيا. بعد ذلك نأتي إلى إسماعيل الرصاصي الدبلوماسي، عندما حدثت نهضة 1970، وكان إسماعيل الرصاصي قد بلغ من العمر حوالي 68 عاما، وهو عمر كبير. رغبت القيادة السياسية في سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أن تستفيد من الخبرات الموجودة، ومن بينهم إسماعيل الرصاصي، فتولى في البداية عدد من المناصب الإدارية وخاصة في مجال الجوازات والهجرة، ثم فيما بعد عين كقائد بأعمال في باكستان وإيران، وثم سفيرا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي أنقرة في تركيا. وهنا من يتابع مذكرات إسماعيل الرصاصي ومراسلاته يدرك كيف قام هؤلاء وتحمل هؤلاء العبء الأول في تأسيس الدبلوماسية العمانية، كيف استطاعوا أن ينشئوا ويفتتحوا سفارات في ظل ظروف مادية، وفي ظل بلد يعني قائمة، هي بلد ذات حضارة عريقة بلا شك، ولكن نتحدث عن يعني النهضة الحديثة كانت لا تزال عمان وكانت تعاني من عديد من التحديات، إلا أن كثير من هؤلاء السفراء ومن بينهم إسماعيل الرصاصي استطاعوا أن يقوموا بدور مهم في النشاط الدبلوماسي. ويمكن من يقرأ كيف استطاع إسماعيل الرصاصي أن يفتتح السفارة في طهران، وثم بعد ذلك في 78 أحيل إلى التقاعد، ولكن أيضا تم تعيينه كأمين ضمن أمناء مدرسة السلطان الخاصة. وهنا نجد أن إسماعيل الرصاصي يرتبط بمدرسة السلطان في ثلاث مراحل. ارتبط بها كمعلم في البداية، وارتبط بها كطالب في بداياته، درس في مدرسة السلطان، إحدى المدرسة السلطانية، وأيضا فيما بعد عندما يعني المدرسة السلطانية كمدير في 28، والمدرسة السلطانية كأمين أحد الأمناء في 1978. ننتقل بعد ذلك إلى الجوانب الأخرى من شخصية إسماعيل الرصاصي الأديب والمثقف. فنجد إسماعيل الرصاصي على الرغم من الظروف السياسية وانشغالاته الإدارية المتعددة وظروف المواصلات والتواصل والاتصالات في ذلك الوقت، لأن إسماعيل الرصاصي كان رجلاً مثقفاً أديباً، كان يحرص على اقتناء مصادر المعرفة من صحف ومن مجلات، وكانت له مذكرات وله مدونات، نلاحظ من خلالها أن الرجل كان غزير المطالعة، مهتم بجوانب مختلفة من الأدب، سواء كان في المجال الديني أم في المجال الأدبي أم في مجال حتى في مجال الفكاهة، المقتطفات المنوعة. وهذا يعني لا يمكن لشخص بالأعباء الإدارية التي كانت لرجل مثل إسماعيل الرصاصي أن يتفرغ لكل هذا لولا حبه وشغفه ونغمه ونهمه ووجود مكتبة منزلية تحوي العديد من الكتب التي كان ينقل منها هذه المدونات، التي ممكن أن نسميها أو أنها أشبه تلك الشاكلة الفكرية. بعد ذلك ننتقل إلى دور إسماعيل الرصاصي في المجال الاجتماعي والمجال الإنساني. رجل كإسماعيل الرصاصي تنقل بين بيئتين، بيئة الشام وبيئة عمان، واحتك بالعديد من الشخصيات، وكانت له كثير من النشاطات الإدارية في مختلف المجالات. كان من الطبيعي أن يرتبط بعدد من الصداقات المختلفة لدى يعني أطياف المجتمع المختلفة، نجد ذلك من خلال الصور، نجد ذلك من خلال مراسلاته الإخوانية مع عديد من الشخصيات، سواء كانوا شيوخ قبائل أم كانوا مسؤولين أم كانوا أصدقاء أم أقارب وغيرهم. أيضا نرى جانب آخر، وهو الجانب الاجتماعي من شخصية إسماعيل الرصاصي. فإسماعيل الرصاصي أيضا من خلال مذكراته أو من خلال
أيضا نشاطاته التي ذكرتها التقارير المختلفة، نجد أن إسماعيل الرصاصي احتوت مذكرات وعلى كثير من الجوانب الاجتماعية التي حرص على تدوينها، علاقاته بأسرته، السفرية، زواج أبناء، الأحداث الاجتماعية التي حدثت في المجتمع. أيضا أوردت التقارير نماذج لولائم كان يقيمها إسماعيل الرصاصي بين الحين والآخر، تجمع عدد من الشخصيات والنخب في المجتمع المسقطي والعماني. أيضا حتى من خلال زياراته ربطته علاقات مع شخصيات في داخل عمان وفي خارجها، أورد الكتاب عددا من هذه الشخصيات. فيمكن القول أن هذه كانت أبرز المحطات التي سعينا لرصدها من خلال سيرة إسماعيل بن خليل الرصاصي، وفي نفس الوقت هي انعكاس للمجتمع العماني في تلك الفترة. توفي إسماعيل بن خليل الرصاصي في 23 يوليو 1986 عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد أن يعني كانت له حياة حافلة في مختلف الجوانب، خدم من خلالها عمان في جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة. هذا كل ما لدي وأعتذر على الإطالة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. أستاذ إياد تفضل. إذا بتحبوا بس أقرأ، إذا بتسمحوا لي بس أقرأ الخاتمة، مش لأني أنا كتبتها، بس لأنه يعني كما بتعطي تفصيل إجمالي للحياة، لحياة الوالد رحمه الله. إذا تسمحوا لي سميتها محطات على سكة العمر. على سكة عمر إسماعيل الرصاصي كانت هناك العديد من المحطات، توقف فيها وربما طال فيها البقاء وإن قصر، إلا أن كل محطة من هذه المحطات كانت حافلة بالعديد من الأحداث والتجارب الجديدة على أصعدة كثيرة. تكشفت له فيها أمور مختلفة، واتضحت له معالم ومواقف عدة ترك فيها إرثا مليئا بكثير من الإنجازات في المجالات التربوية والإدارية والدبلوماسية والثقافية والفكرية والإنسانية والاجتماعية، مثل ما تفضل الدكتور محمد، إلى أن وصل إلى المحطة الأخيرة، محطة الوداع. في يوم الأربعاء من 15 ذي القعدة 1406 هجرية الموافق 23 يوليو 1980 وافى الأجل المحتوم إسماعيل بن خليل الرصاصي إثر عملية جراحية أجريت له في أحد مستشفيات ألمانيا الغربية، وذلك عن عمر يناهز 84 عاما، ودفن في مقبرة حارة الشمال بمطرح. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وارفع درجته واكرم مثواه واجعل الجنة مستقر ومأواه. وكذلك أدعو لوالدتي، لأنه كان إهدائي في من البداية من الكتاب إهدائي لوالدي ولوالدتي، دعائي لهم بالرحمة والمغفرة، واللهم يسكنهم جنات الخلد. أشكركم جدا على أن أتاحتكم الفرصة لنا لي وللدكتور محمد أن عرضنا لكم هذا الكتاب، وتفضلوا المجال مفتوح للمناقشة، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد، أستاذ إياد على هذا الملخص الجدا رائع. ضيوفنا الكرام، نستقبل الآن مشاركاتكم، مداخلاتكم أو أسئلتكم لضيوفنا الكرام. المهندسة أزهار تفضلي، حياك الله. السلام عليكم جميعا. السلام. أعرفكم بنفسي، أنا المهندسة الاستشارية زهرة القيسي، عراقية الأصل، عملت لمدة 10 سنوات في وزارة النقل والمواصلات العمانية، خبيرة على مشروع ومدربة لمشروع سكك حديد عمان إلى أن توقف المشروع، والآن أنا محاضرة في أحد الأكاديميات العراق العمانية. اطلعت طبعا، انا هوايتي الاطلاع على تاريخ عمان والحقبات الزمنيه اللي مرت على تاريخ عمان. قرات ما ورد في اللينك واطلعت على الصور والتاريخ والمختصر، الى ان ان شاء الله اقتني الكتاب للمرحوم الوالي اسماعيل.
هو صحيح توثيق متكامل للتاريخ الوالي إسماعيل التربوي والفكري والإداري والسياسي والإنساني والاجتماعي، ولكن البارل لاين يعني بخط متوازي هو الاطلاع على تاريخ عمان في تلك المرحلة، بحيث أنه وجدت أنه هنالك تأسيس أيضاً مجلس للأعمار، أول هيئة للتخطيط، وهذا دلالة على تطور وتقدم النظرة التي تتوجه لإعمار عمان بشكل عام. النقطة اللي افتقدتها في هذا المختصر، وقد يكون أجده في الكتاب تفاصيل الكتاب، أنه لم يتطرق إلى الواقع الاقتصادي في مرحلة الوالي إسماعيل. تطرق للجوانب التربوية، تطرق للجوانب الفكرية للإدارية، خاصة عندما تولى السلك الدبلوماسي، تطرق عندما كان والي مطرح وكذلك رئيس ولاة ومفتش ورئيس محكمة عدلية وكل هذه الجوانب، ولكن لم أجد ما بين السطور ما يشير إلى واقع المرحلة الاقتصادية لتاريخ عمان في تلك الحقبة الزمنية. إضافة لذلك، أنا يعني فعلاً تاريخ عمان من خلال بحثي تاريخ طويل وعميق، وهنالك مثل ما تفضل الدكتور محمد لا يوجد توثيق دقيق، وإنما وجدت أنا في الشارقة في الإمارات، في إذا تسمحوا لي، في أنه وجدوا فريق في بروكسل في بلجيكا في أحد متاحف بروكسل، وجدوا هنالك نقش ينتصب فوق قبر كبير يتكون من حجر دفن تحت الأرض بقياس 5 أمتار، طبعاً هسه معروض هو في أحد متاحف بروكسل. هذا النقش باللغة الآرامية وباللغة أيضاً العربية الجنوبية، واسم المتوفي العماني عمد ابن جر ابن علي بن كاهن، وهو ملك عمان في تلك المرحلة. الحقبة الزمنية هي سنة 220 إلى سنة 216 ميلادية، لا العفو قبل الميلاد، أي أن تاريخ عمان يدل على أنه بوجود اسم ملك عمان أنه في القرن الثالث قبل الميلاد، فيعني من هذا. لكن لم أجد في أي كتب من كتب عمان أو تاريخ عمان هذا التاريخ اللي وجد فريق آثاري بالشارجة مع فريق آثاري في بروكسل، وموجود الآن هذا النصب وهذا الحجر اللي باسم ملك عمان. فمن المتمرسين في التاريخ العماني أرجو البحث عن هذا التاريخ، لأن يعني تاريخ قديم جداً، الثالث قبل الميلاد. وطبعا انا على جروب مع المجلس الخنجي ارسلت الفيلم اللي يبحثون بهذا الموضوع اللي يخص هذا القبر اللي عليه اسم ملك عمان. شكرا لإتاحة الفرصة لي، اتمنى انه بالنسخ القادمة للكتاب لوالي الوالي اسماعيل ان يتم التطرق لهذه الحقبة من الجانب الاقتصادي لتاريخ عمان، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأخت أزهار. بس موضوع الاقتصاد، تعرف هذه الحقبة كانت يعني قبل النفط، يعني مدخول البلد كان كله مقتصر على من وراء الجمارك. وأظن دكتور محمد يمكن كمان يزيد المعلومة. فيعني كان اقتصاد ضيق جدا، وابتدأ يفتتح ويتطور شوي مع دخول إيرادات النفط. المجلس اتأسس أظن كان من قبل دخول النفط، بس طبعا كان في تنظيم بلدي كان يشرف عليه جلالة السلطان نفسه سعيد بن تيمور الله يرحمه. فإذا معلومات زيادة إذا ممكن الدكتور محمد بيفيدك أكثر، إذا بتفضل دكتور محمد. نعم، شكرا أستاذ إياد، وشكرا للمهندسة على مداخلتها المهمة. طبعا مجلس الإعمار
هو أسس في تقريبا نهاية 68 عندما ظهر النفط، وبعد أن ألقى السلطان سعيد بن تيمور كلمته الشهيرة وقال الآن يعني عندنا أن الإنسان بالمال يستطيع أن يبني مشاريع، وفعلا عمل مجلس الإعمار، وكان يعني كان من ضمن خططه إقامة عديد من المنشآت نفذت فيما بعد، يعني من بينها كورنيش مطرح ومباني للموظفين ومجموعة منها. يعني أما أين الجانب الاقتصادي في الكتاب؟ هو الجانب الاقتصادي موجود، ولكن موجود بشكل غير مباشر، لأن من لماذا مثلا عين إسماعيل الرصاصي كوالي على مطرح، ومطرح معروفة يعني مدينة متنوعة الطوائف ومتنوع يعني، وأيضا الأنشطة فيها نشاط بحري ونشاط يعني أنشطة مختلفة، وبالتالي أيضا كان وجود إسماعيل الرصاصي بها له هدف وله مغزى من ذلك. فأيضا من يتتبع الكتاب في عدد من مواطنه سيجد أن هناك إشارات اقتصادية غير مباشرة. أيضا لما نتحدث عن الجانب الإداري، نتحدث عن مراسلات إسماعيل الرصاصي مع الولاة، كثير من هذه الوثائق حوت إشارات مالية، لما نجد مثلا رواتب الولاة، نوعية الأدوات المستخدمة، الأوامر الاقتصادية التي كانت توصل إليهم، كل هذه كانت تنبئ عن وضع اقتصادي معين. فالجانب الاقتصادي كان موجود، ولكن كان موجود أو ضمن بشكل غير مباشر، بحيث من يقرأ الكتاب يستطيع أن يستشف أو يستكشف جوانب من هذا التاريخ. شكرا جزيلا لك، شكرا المهندسة أزهار. ضيوفنا الكرام، لديكم أي مشاركة أو سؤال؟ حياكم الله. طيب، أود أن أستعرض معكم هذا الفيديو فقط تكملة، أو هناك سؤال في الشات ممكن نأخذه بعدين ننتقل للفيديو. سؤال من الأستاذ وليد زجال، يقول الأخ إياد ممكن توضيح حول التعليم في بدايته، حول التعليم في بدايته بالمدرسة السلطانية الأولى ودوره في تأسيس الحركة الكشفية في السلطنة، هذا الجزء الأول من السؤال. وأيضا هناك سؤال آخر، إذا تحب أن تتطرق أو إلى هذا السؤال أستاذ إياد. تعرف الوصول الوالد بالأواخر 1928 بعد ما اختير كمدير للمدرسة السلطانية الأولى، كان بعهد السلطان تيمور، وكان أظن معه ابتدى معه كان إجا معه مدرس، وبعدين تطورت عين مدرس، انت تلميذ تطور لمدرس بعدين. فكانت بداية المدرسة السلطانية الأولى أظن ثلاث سنوات أربع سنوات، وبعدين ألغيت أمر من جلالة السلطان سعيد بن تيمور، وتأسست المدرسة السلطانية الثانية. وأحب أن الدكتور محمد بعدين بس يزيدكم معرفة بالنسبة لهذا الموضوع. هذا من ناحية يعني حضوره من القدس، من كانت تعرف الحضارة اللي كانت موجودة في القدس، فطبعا جاب كل خبرته معه، خبرته التعليمية معه، فابتدى يدخلها في البرامج، في تحديث البرامج. كان كل بالأول كانت البرامج كلها قرآن ولغة عربية على ما أعتقد، فتدخل برامج جديدة. هذا التطور الوالد رحمه الله هو اللي أدخله، وبعدين جلبوا بعدين مدرسين آخرين كمان من القدس. ففي صورة من الصور بتلاقي في شيء خمس مدرسين واقفين معهم بنفس الصورة، يعني وهذا كله بالفترة بالمرحلة الأولى من المدرسة السلطانية. زيادة عن ذلك كمان الوالد دخل معسكر في القدس، معسكر كشفي، وأخذ شهادة. فأول من أدخل الحركة الكشفية في عمان، أنا نسيت بأي عام، ربما 36. وكانت يعني
شيء جديد بالنسبة لعمان وبالنسبة للطلبة نفسهم. وكتب معلومات كثيرة عن هذا الموضوع هذا. لذلك ممكن الدكتور محمد يزيدكم معلومة أكثر عن ما أنا قدمت لكم إياه. شكرا أستاذ إياد. يعني لا يوجد لدي إضافة كبيرة أو يعني أكثر مما قلته. يعني إحنا نتحدث عن التعليم في عمان، كان في تعليم، كان في مدارس، بس كان يغلب عليها الطابع التقليدي. يعني منذ مدارس كثيرة في مسقط، سواء كانت مدارس دينية أو مدارس متنوعة، مدرسة الزواوي، مدرسة بوذينة كانت أيضا من المدارس شبه النظامية في مسقط، ابتدأت 1914 واستمرت حتى 1928، ثم انتقل بعض طلابها إلى المدرسة السلطانية الأولى. هذه المدرسة افتتحت في فبراير 1928 بحضور السلطان تيمور وولي عهد السلطان سعيد وعدد من الشخصيات في مسقط. وحتى يمكن احنا في الكتاب اوردنا تغطية هذا الحفل واوردنا الكلمات الخطابية التي قيلت في هذا الحفل. يعني من يقرأها يدل او يلاحظ مدى اهتمام السلاطين بالحركة العلمية ورغبتهم في التوسع فيها. ظلت هذه المدرسة حتى تقريبا 32 كانت متنوعة المناهج والأنشطة. يعني لأول مرة نجد التربية البدنية والاجتماعيات والدين واللغة العربية. يعني كانت مناهج متنوعة، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك فيها أنشطة، فيها رحلات، ودخلت فيها الجانب الكشفي. أما لماذا الحركة الكشفية؟ فلأن إسماعيل الرصاصي أولا كان طالبا في المدرسة السلطانية في القدس، ثم انتقل إلى اللي هي مدرسة المعلمين التي بعد ذلك غير اسمها إلى الكلية العربية، ثم درس وأصبح مديرا في أكثر من مدرسة بينها المجدل وعسقلان، مجموعة من المدن الفلسطينية. وهناك أيضا كانت الحركة الكشفية موجودة وقديمة ولها تواجد. فهو عندما أتى إلى عمان أتى بخبراته التربوية. أيضا حتى قصة ذهابه إلى عمان والإعلان الذي نشر هناك عن طريق البعثة الإنجليزية التعليمية بوفمان، وكيف أتى إلى عمان، فهو الرجل أتى بأفكاره وخبراته وحاول تطبيقها في عمان، ثم فيما بعد أصبحت يعني هذه الأنشطة وهذه المناهج يعني موجودة في كافة الأنظمة التعليمية، سواء من المدرسة السلطانية الأولى 28، المدرسة السلطانية الثانية سنة 35، المدرسة السعيدية سنة 40، المدرسة السعيدية في مسقط 59، المدرسة السلطان السعيدية في 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 ظفار 36، وقبلها كانت هناك مدرسة أشار إليها إسماعيل الرصاصي إلى اليوم. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. نقرأ بعض مما جاء في عبر الشات من مداخلات. سعادة خليل يقول: مبروك لك الأستاذ إياد، مبروك لجميع أفراد العائلة الحاضرين هذا الإنجاز. الوالي صديق العائلة وجارنا في مطرح العريقة. الوالي إسماعيل هو صديق الجدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخنجي وموسى بن عبد الرحمن بن حسن الرئيسي. أيضا هناك مداخلة من الأستاذ عبد الملك يقول: عرفت الوالي إسماعيل الرصاصي من خلال والدي رحمه الله الذي كان على اتصال معه، خاصة فيما يتعلق بدراستنا في المدرسة السعيدية بمسقط، حيث وافق السلطان سعيد بن تيمور على التحاقنا بها أنا وأخي وابن عمتنا، وذلك أثناء زيارة الوالد إلى السلطان سعيد بن تيمور في صلالة. وقد تم قبولنا في المدرسة عن طريق الوالي إسماعيل الرصاصي ثم الأستاذ علي القاضي مدير المدرسة السعيدية. شكرا لكم جزيلا على مداخلاتكم. ننتقل إلى هذا الفيديو، وهو استكمال لما رأيناه في من خلال الفعالية التي تمت في واشنطن.
شكرا جزيلا لكم. اسمحي لي الأخت ريهام لو تفضل يخبرنا شوي عن المؤتمر أو هاي الاجتماع اللي صار في واشنطن للإفادة. دكتور محمد نعم يا ريت لو تفيد عن المؤتمر اللي صار من أسبوعين في واشنطن اللي حضرته وكان فيه التوقيع. نعم هذا كان مؤتمر نظمته جمعية الصحفية العمانية بالتعاون مع مركز السلطان قابوس الثقافي بواشنطن والسفارة العمانية هناك، وهذا المؤتمر قدمت فيه عدد من أوراق العمل. أنا شخصيا قدمت ورقة عن العلاقات العمانية ومحطات في العلاقات العمانية الأمريكية، وقدم زملاء آخرين لي أوراق عمل أخرى في مجالات إعلامية ومجالات سياسية مختلفة بالتعاون مع باحثين أمريكان. على هامش هذا اللقاء وقعنا بعض الكتب، من بينها كان كتاب الوالي إسماعيل بحضور سعادة السفير موسى بن حمدان الطائي مشكورا الذي كان حريصا على حضور هذه الفعالية ودعمها، وكانت فرصة أيضا وبادرة طيبة وجميلة من جمعية الصحفيين والمركز سلطان قابوس الثقافي، وتم إهداء المركز وعدد من الجهات في الولايات المتحدة نسخ من هذا الكتاب. شكرا. أختريهم تفضلي. شكرا جزيلا لكم. أيضا هناك استكمال لمداخلة الأستاذ وليد الزجالي، يقول هناك أسست مدرسة في جوادر أثناء الحكم العماني، التي هل كان للوالي إسماعيل دور في ذلك أثناء تواجده في سلم التعليم؟ سؤال. أنا ما عندي فكرة عن الموضوع هذا، إذا تسمح لي بركي ربما الدكتور محمد. نعم، هي مدرسة جوادر أسست تقريبا 1941 في جوادر، وجوادر كانت حتى سبتمبر 1958 كانت تابعة لحكومة سلطنة عمان. وهذه المدرسة يعني سلطان سعيد أيضا استعان أو طلب من يعني الهند، كانت وقتها قبل أن تنقسم إلى الهند وباكستان، مدرسين إنجليز، لأن أيضا يعني هي لم تكن مدرسة عربية خالصة، لأنه كان هناك يعني كثير من الطلبة هم طلبة لا يتحدثون اللغة العربية، فكان عدد من المعلمين وبالذات معلمين اللغة الإنجليزية هم من الجانب الهندي أو فيما بعد الباكستاني. ولم أقرأ في مذكرات إسماعيل الرصاصي أو في المعلومات الواردة عنه ما يشير إلى يعني إشراف مباشر من قبله. يعني كوقعي ومتابعتي أن جوادر كانت تتبع السلطة مباشرة حتى في مجال الجمارك، كان أبرز نشاط ممكن هناك اقتصادي هو الوالي ومسؤول الجمرك، فكانت تتبع ناظر الداخلية مباشرة، وإن كان الدعم اللوجستي أيضا يأتي من خلال يعني مديرية المعارف وإسماعيل الرصاصي. نعم، لكنه لم يتطرق إليها في مذكراته. بس اسمح لي دكتور محمد كمان بصفة الوالي الوالد والوظائف اللي كان تحت يده، أظن كانت من ضمن الولايات هي ولاية جوادر، فكان يمكن مرة أو مرتين في السنة كان يسافر لجوادر للإشراف عليها، فربما ممكن تفيدنا عن الموضوع هذا. يعني بحكم أنه هو رئيس الولاة، وأيضا هو في نفس المنظومة الداخلية مع السيد أحمد بن إبراهيم، بل إنه كان يعاونه أحيانا السلطان في فترة من الفترات، طلب من إسماعيل الرصاصي أن يذهب إلى مسقط يعني يوم في الأسبوع ليؤدي عمله من بيت البرزة في مسقط، فكان هذه من ضمن أدواره الإشراف على ولاة الباطنة، وثم أيضا وكان أيضا جوادر، وكان هو سافر أكثر من تقرير إنجليزي أشار إلى سفره إلى جوادر هناك في أعمال إدارية عديدة. نعم، شكرا.
شكرا جزيلا لكم. أود أن أرحب بالدكتور المؤرخ محمد سعد المقدم. نتشرف بك دكتور، ربما تود أن تثرينا بمداخلة من تلك الفترة. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. طبعا محاضرة شيقة و مفيدة لنا جميعا في دراسة التعليم في عمان، وخاصة شخصية إسماعيل الرصاصي. بس أنا لدي ملاحظة بسيطة لدكتور محمد العريم، ويتكلم إن قضية التعليم، يعني في الواقع أنا كنت عضو في لجنة التعليم في عمان، وأدت هذه اللجنة إلى إنشاء متحف التعليم في عمان الذي افتتحه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. أيضا هناك أيضا كتاب أخير مجلدات، أربع مجلدات من مكتب معالي الزبير، وفي مجلد واحد عن التعليم في عمان. أيضا هناك دراسات دكتوراه عندي في قسم التاريخ عن التعليم في عمان، وأيضا هناك موسوعة التعليم، وهناك أيضا مركز دراسات العمانية. يعني فلا شك أن سيرة إسماعيل الرصاصي في إثراء وفيها شيء جميل جدا، لكن لا نريد أن نقول إن ليست هناك دراسات أو ليس هناك إشارات إلى فترة التعليم في عمان. هذه الملاحظة فقط بسيطة وشيء طبيعي. استمتعنا بهذا المحاضر اليوم، ونشكر دائما الشيخ عبد الله الخنجي على خليل الخنجي على هذا الأسبوع المحاضرات، وافتقدنا مجلسه الطيب. الله يحفظكم. شكرا جزيلا أستاذي الدكتور محمد سعد مقدم. طبعا أنت أستاذنا جميعا، يعني ورجل لك باعك الطويل يعني في هذا المجال. أنا فقط كانت ملاحظتي على الآتي: صحيح أن هناك دراسات أتت أو ظهرت في الفترة الأخيرة، وإن كان الكتاب المهم جدا عمان منذ الأزل كان يركز على الجانب الصوري أكثر من الجانب المعلومات، ولكن أنا الذي أقصده أن كثير من الشخصيات العمانية التي برزت في مجالات عديدة لم تجد الزخم الكافي. بمعنى وأنت رجل ربما يعني درست في الخارج وتنقلت بين جامعات ومدارس مختلفة، يعني هناك أحيانا تكون قاعات وتكون مسميات لمؤسسات بأسماء أشخاص رواد أسهموا في المجالات الثقافية، المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية. فهذا كان مقصدي. يعني اليوم احنا لما نتحدث عن في مجال الاقتصاد، هناك شخصيات عمانية عديدة كانت لها دور كبير ورائد في مجال الاقتصاد. نعم قد تكون هناك إشارة له في سطر سطرين في دراسات عامة، ولكن هل المجتمع بشكل عام والجيل القادم يعرف دور هؤلاء وجهودهم في مجالات مختلفة، في مجالات عديدة اقتصادية كانت موجودة في البلد؟ هنا السؤال. هناك أشخاص أثروا وأثروا في مجال التعليم، هل هؤلاء الأشخاص يعرفون الآن على مستوى، يعني لما أقول محمد علي أبو زينة كم واحد في المجتمع العماني يعرف دوره؟ نعم هو موجود في الكتب سطر هنا وسطر هناك، لكن هل التقدير بالنسبة لهذا الرجل من خلال إطلاق اسمه على قاعة، على مؤسسة، على شيء؟ الدور أيضا ينعكس على إسماعيل الرصاصي. ننتقل إلى الجوانب التجارية مثلا، الجوانب الفكرية. فهذا كان أنا قصدي، أن شخصيات عديدة أسهمت وبرزت وشاركت سواء في صنع النهضة العمانية من سنة 70 أو ما قبلها، ولكن عندما تبحث عن أراشيفهم لا تجد تلك المعلومات الكافية والوافية التي تغطي الدور الذي قاموا به. حتى رسائل الماجستير والدكتوراه كثير منها تغطي جوانب عامة دون الدخول في عمق حول شخصية من هذه الشخصيات. وشكرا. شكرا جزيلا. طيب نأخذ بعض أيضا المداخلات من الشات. هناك مداخلة من سعادة خليل يقول: هل كان أي دور للوالي إسماعيل في تأسيس مدرسة الزهراء للبنات في مسقط؟ مدرسة الزهراء بحسب علمي معلومات المتواضعة، وأتمنى أن يتم التصحيح لي، كانت من ثمرات مجلس الإعمار، من ثمرات مجلس الإعمار، وذلك هي افتتحت تقريبا يعني بعد النهضة المباركة بفترة. ويعني كان إسماعيل الرصاصي أيضا وقتها ب 68 كان له دور في المجال،
التربوي بحكم أنه هو كان كمسؤول معارف، لكن هي كانت من ثمرات مجلس الإعمار إضافة إلى مشاريع أخرى مثل كورنيش مطرح ومثل بناء سكنات للموظفين وأشياء أخرى موجودة أساساً حتى في وثيقة أذكر أني قمت مرة بإعداد تقرير عنها في موقع أثير الإلكتروني. فهذه المدرسة كانت من أوائل المؤسسات التربوية التي افتتحت يعني مع بداية النهضة المباركة. شكرا جزيلا. مداخلة من الأستاذ خليل البلوشي يقول: الجيل الحالي وجيل بعد السبعينات بحاجة ماسة لمعرفة تاريخ عمان للوصول إلى 1970. كتاب مثل هذا يحكي عن الكثير من الأحداث الرسمية في الدولة والكثير من الشخصيات العمانية التي شاركت في بناء الأحداث، والوالي إسماعيل الرصاصي شخصية عاصرت أحداث مهمة في تاريخ عمان. نشكر الفاضل رياد على قيامه بإصدار هذا المرجع المهم. هناك أيضا سؤال آخر، تفضل الأستاذ حيدر اللواتي، تفضل، حياك الله. السلام عليكم أستاذ إياد، دكتور محمد، إحنا مستأنسين بهالمحاضرة القيمة وإن شاء الله أرجو أن أحصل على هذا الكتاب. طبعا بالنسبة لمدرسة الزهرة، على ما أظن أستاذ دكتور محمد، عام 1969 افتتحت المدرسة قبل وصول جلالة السلطان. وأنا أتذكر طالبات المدرسة كانوا صغار، ومع وصول جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه كنا احنا مشاركين مجموعة من الطلبة من المدرسة السعيدية بمطرح ومدرسة السعيدية بمطرح ومدرسة الزهرة في استقبال جلالة السلطان. كنا صغار يسمونا البلابل، فكنا نرحب بجلالة السلطان وقت وصوله إلى بلدية مسقط اللي على ما أظن كانت في بيت سيد ثويني يوم هناك. هذه النقطة. النقطة الثانية، أنا أعرف عن كنا يوم أطفال كنا نعرف عن المرحوم إسماعيل الرصاصي كان يزورنا في المدارس، فجأة يجي الزيارة وإحنا طبعاً كل الأطفال نستعيد في استقباله، أو إنكم نكون في الصفوف أحياناً، وهو طبعاً كل صف يدخل ويشوف المنهج اللي إحنا ناخذ، إذا كان دين ولا كان جغرافيا ولا تاريخ، ويتابع أحوال والحضور والغياب. كان هذه الزيارات تتكرر تقريباً كل 6 أشهر أو كل 4 أشهر كان يزورنا، يعني مرتين كنا نشوفه في السنة. وأنا أتذكر بعد كنت صغير كنت أروح عند الوالد في السوق مطرح القديم، كان بعض الأحيان في له زيارات تفقدية، كيفية التجارة، كيف التجار يمشون، إذا في هناك أي معاناة، إذا في هناك أي مسائل متعلقة، لأن تجارة مطرح كانت كلها السوق المطرح خوربنبا، والسوق الرئيسي اللي خلف خوربنبا بالضبط، هذا الشارع اللي احنا ننزل فيه من كورنيش، خلف هذا كانوا كبار التجار، المواد الغذائية وغيره والسمنت اللي يبغون متوفر هنا. فكان يجي أحياناً أيضاً وإحنا كنا نجلس في محلات ونشوف هذه المظاهر، فكان هو مهتم في هذه القضايا، وكنا ما كنا نعرفه، يعني كنا نقول كأنه هو الحاكم، يعني كان يمر علينا بلباسه بخنجره ببشته وهذا ليه. فكنا هذه الأمور اللي أتذكر أني أنا عاصرت هذه الأمور. هذا مجرد ملاحظات عندي، شكراً لكم جميعاً. شكراً أستاذ حيدر، أنا أشكرك أولاً على تصحيح المعلومة. هو فعلاً يعني من الزهرة من أوائل المدارس، بس كان عندي لبس هل افتتحت قبل وصول السلطان قابوس رحمه الله أم بعد مباشرة، ولكنها كانت يعني من ثمرات ظهور النفط. أيضاً دور إسماعيل الرصاصي في مطرح الدور التعليمي كان دور واضح، يعني حتى في مطرح حوالي 12 مدرسة أهلية كانت موجودة في مطرح، بالإضافة إلى إنشاء المدرسة السعيدية في 59، بالإضافة أيضاً إلى حتى وجود مكتبات متنوعة كانت تبيع الكتب، هذا دليل على أيضاً التنوع الوجود الثقافي، بالإضافة إلى أيضاً دورة كانت مطرح مدينة تجارية، وبالتالي كانت تصل هناك وفود ويصل زوار، فكان دورها أيضاً الاجتماعي في استقبال هؤلاء وفي الحوار معهم والتفاوض وفي زيارة الميناء، فكان هذه أيضاً جزء من الأدوار التي قام بها إسماعيل الرصاصي أثناء وجوده في مطرح. أكرر شكري لك. أيضاً بالنسبة للمنهج، طبعاً إحنا كنا ندرس منهج اللبناني اللي هو كان مطلع عليه، فهو حتى المدرسين كان يختار اللي يجيبهم عمان، هو اللي كثير مدرسين اللي وصلوا لمسقط عن طريق المرحوم إسماعيل الرصاصي. والمنهج اللبناني كان منهج يعني مثل ما تقول الطالب اللي كان في الصف الثالث ابتدائي، ولو إنه كان أعمارنا يوم كنا في حصة الصف الثالث ابتدائي كنا أعمارنا 12 سنة، المفروض يكون 9 سنوات لأن ما كانت مدارس موجودة، فبالعافية كنا نحصل ندرس في المدرسة السعيدية بمطرح، يعني نتخرج من ثالث ابتدائي كنا نعرف نكتب رسائل. بعض أهالينا مثلا يشتغلون في الكويت أو البحرين أو كذا، كنا نكتب يعني أمنا أو أختنا تقول اكتبوا رسالة هذه لخالكم بهالطريقة كذا 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 اللي صاير الأمور. إحنا كنا بلغتنا العربية البسيطة
كنا نكتب هذه الرسائل. وأنا عن نفسي بعد ما صارت التجارة شوية في دبي بين الأخوة، فكنت في دبي 73، يعني مستواي في المدرسة كان أكبر من الطلبة الموجودين، لأن بحكم سني كان أكبر وبفهمي اللغة العربية وكتابتي وقدرتي على التحدث. فكان هم يسألون أنتوا شنو يدرسوكم في عمان، قلنا والله إحنا نأخذ منهج اللبناني. هذه الفترة اللي 73 كان عاد واصل المناهج القطرية عندنا في عمان، وبدأت شو اسمها هي تكون متداولة في الدراسة بعد المنهج اللبناني. لكن أتذكر الكتب اللبنانية كانت قوية في الرياضيات، في الجغرافيا، في التاريخ، في الدين، فكانت هاي الموجودة عندنا. هذا المجرد أبغى أتكلم عنه. شكرا جزيلا لك الأستاذ حيدر على المداخلة. نأخذ مداخلة من الأستاذة بدرية السيابي، ومن ثم من الأستاذة هيفاء. أستاذة بدرية تفضلي. شكرا. السلام عليكم. أول شيء أحييكم على هذا الكتاب والله يرحمه إن شاء الله. أعتذر أول شيء ما قرأت الملخص ولا قرأت الكتاب، بس أكيد راح أقرأ إن شاء الله. فسؤالي طبعا وجود مثل هالنوع من الكتب جدا 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 يعني مفيد، لأن احنا نحتاج رو مودلز، نحتاج الأشخاص فعلا مؤثرين حقبات معينة، وهذه الكتب عادة تبقى يعني، وما بس انها تذكر تاريخ عمان، لا نحن تذكر ليدرز، يعني ناس أشخاص عادية غيروا، يمكن عندهم فيجن واحد، يمكن عندهم رؤية واضحة، سبحان الله رب العالمين عطاهم مكانة معينة أن يأثروا. فكل هذه النوعية من الكتب فعلا لها تأثير اجتماعي عميق. الحين أنا سؤالي بحقيقة، أنا أعتذر لأني ما قرأت الكتاب، يعني عادة يعني في هذه النوعية من الكتب يتطرق الناس للإنجازات وما يتطرقوا خلينا نقول اللي هي التشالنجز يعني، أو الأشياء اللي واجهتهم في هذيك الفترة وكيف ممكن كانوا يتغلبوا عليها. يعني هي ما فترة سهلة لما تجي أنت تقول بغير مجتمع، أغير في التعليم، أغير في نظرة الناس للناس بعضها بعض، أغير نظام، يعني الشعب يعني نوعا ما كان متعلم. فهل تم التطرق للجزئية في المذكرات، وهل تم التطرق إليها إيش الحلول اللي كانت متواجدة، والأهم إيش lesson learned؟ يعني الحين ابنه الله يحفظه الأخ، أنت يعني الحين يعني إحنا الحين بعد ما نقرأ الكتاب إيش المسج اللي تبغى توصل لنا إياها غير ذكريات الوالد؟ يعني مو الرسالة اللي هي مهمة غير التاريخ، يعني إحنا الحين إيش هذا اللي راح يضيف لنا نحن كأشخاص، وممكن نحن نغير في نفسنا بحيث أن نوصل لهذه القدوة. وشكرا، جزاكم الله ألف خير. أخت بدرية حياكي، شكرا جزيلا. السؤال فين نقسمه قسمين، لو تكلمنا على الماضي، على السابق، لو بس تقري من المذكرات الوالد بس، كان خصوصا في أوائل حكم سلطان سعيد بن تيمور، لما كان على أساس زيارة، كان أظن قضوا سنة ونص في ظفار، وصولهم لظفار، طريقة وصول مش السلطان بس الوالد، وصوله بالظفار بالمركب الخشب لهناك، قضوا الشهر وهم بواجهوا صعوبات السفر على طريق البحر، الرجعة من ظفار لمسقط، يعني هذا لوحدها كانت مذكرات، يعني بس توصف نوعية الحياة اللي كانت موجودة في هذاك الوقت. اتطورت الأمور، لا شك تطورت الأمور لأحسن، بس سؤالك إنه شو ممكن هذا الكتاب يقدم، إنه يقدم للجيل الحالي والجيل القادم إن شاء الله، إنه كيف كانت الصعوبات اللي أهليهم أجدادهم واجهوها في السابق، وفوق عن هذا انتصروا وثابروا، تواصلنا لهالجيل اليوم، وصلنا ما شاء الله عليه اليوم. اللي أنا إذا بتقري بس الإهداء إنه يا جيلنا اليوم ما تنسوا الماضي مهم جدا، وإذا نسي فيعني كأنكم قضيتوا على 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 قرن كامل من التاريخ، اللي للأسف يمكن ما لازم نذكره، بس تقريبا
في 50-60 سنة مضوا ما حد ذكر الحقبة الماضية، حقبة القرن العشرين، والآن الحمد لله رب العالمين يعني ابتدت أشياء تطلع وتظهر، وإن شاء الله يعني أكثر من هاي بدرية ما يعني إيش أريد غير نوصل رسالة إنه أجدادنا آبائنا كيف عاشروا وكيف عاصروا الحقبة الماضية، والحمد لله رب العالمين أنعم الله أنعم علينا بالخير والبركة الآن بالحياة اللي عايشينها الآن. يعني هذا أكثر شيء ممكن أعطيك إياه الآن، اسمحي لي يعني يمكن ربما دكتور محمد يزيد شوي. شكرا جزيلا لك أستاذ إياد، يعني كفيت وفيت، لكن هي الفكرة أن إحنا أحيانا إحنا ننطلق من الخاص إلى العام للوصول إلى المعلومة في ظل، وأنا أكرر وأقول، قلة المعلومات المتوافرة في الأرشيف عن كثير من الأحداث. تحدث عن الأحداث الخاصة بالذات الأحداث السياسية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وبالتالي عندما نتحدث عن شخصية أيا كانت هذه الشخصية فإحنا نحاول أن نصل إلى تاريخ أعم وأوسع، من خلال هذه الشخصية نستشف أو نستنتج أو نستنبط كيف كان الوضع. يعني الآن أنا مرة ثانية أعيد لما أشوف مثلا مراسلات إسماعيل الرصاصي الإدارية مع الولاء، أستشف كيف كان الوضع الإداري، كيف كانت التنظيم، إيش كانت الأشياء الموجودة في 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 ذلك الوقت، كيف كان يتم التواصل. هذا أيضا تاريخ شبه مفقود. نتحدث عن تاريخ التعليم نفس الكلام، لما نتحدث عن تاريخ تأسيس الدبلوماسي، في كتب أخرى لما نتناول مثلا سيرة تاجر ونتحدث عن دوره مراسلاته في العشرينات والثلاثينات مثلا، أو عن نظام الحوالات أو النظام البريد أو نظام المراسلات في ذلك الوقت، أنا هنا أحاول أن أستشف كيف كان الوضع الاقتصادي مثلا يدار في تلك الفترة. هذا الوضع أو هذه المعلومات غير متوافرة لدي في كتب، لكن توافرت لدي من خلال تحليل رسائل ووثائق هذه الشخصيات. فالتوغل في تاريخ هذه الشخصيات معناه أن احنا نستخرج عدد من المعلومات التي تفيدنا في الكشف عن الوضع اجتماعي اقتصادي إداري السائد في ذلك الوقت، وهذا حتى يفيدنا الآن يعني في يعني استشراء. يعني احنا اليوم لما نخطط للمستقبل لابد أن نعود إلى الوراء لكي نستفيد من تجارب السابقين. شكرا. شكرا جزيلا أستاذة هيفاء، تفضلي. أستاذة هيفاء موجودة معنا؟ موجودة بس السبيكر مسكر كده. هي شكلها أيوة. طيب بس يعني أيوة. بالضبط تفضل. هلا حاليا أوكي. تحية من الأعماق للدكتور محمد، لابن العم العزيز إياد على هذا الإنتاج الرائع. إنه كتاب مهم بالنسبة لعمان، وبالنسبة إن كعائلة نعتز ونفتخر بالعم إسماعيل. هذا الكتاب يثبت النهضة الرائعة اللي اجتازتها عمان في العصر في 70 سنة الأخيرة. كيف نهضت عمان وكيف أصبحت عمان؟ الحقيقة أن عمان الآن أصبحت مثلاً رائع للتطور والنهضة، لكن من هم المؤسسين ومن هم الذين بنوا حجر الأساس في نهضة عمان؟ هؤلاء هم الرجال الذين يستحقون دخول التاريخ، ومن ضمنهم عمي العزيز رحمة الله عليه إسماعيل الرصاصي. نحن كعائلة نفخر به ونعتز باسمه وبإنجازاته، كما نعتز بدولة عمان لأنها الدولة التي احتضنت العم العزيز والتي أفسحت له المجال ليبرز في كل مجالاته وكل القدرات الفكرية والجسدية التي كانت عنده. الرجل الذي ضحى بحياته في سبيل هذا البلد، والبلد الكريم السخي الذي فتح يديه لهذا الرجل واستفاد منه. هذه قصة عمان وهذه قصة عمي الحبيب العزيز إسماعيل الرصاصي.
يا إياد، ألف شكر على هذا الكتاب، لقد رفعت رؤوسنا ونعتز بهذا الكتاب مدى الحياة، ونعاهدك بأن يصبح ذخرا للعائلة لأولادنا ولذريتنا، ونحن شاكرون لهذا الجهد الكبير. إنه كتاب رائع يا دكتور محمد، نشكرك جزيل الشكر على هذا الإنتاج الرائع، ونتمنى لعمان دوام الحياة الرائعة والنشاط. يكفي أنها دولة محايدة ويلجأ إليها كل الشعوب المتحاربة لكي نعيش بسلام وهدوء. فألف نعمة لعمان وألف رحمة على روح عمي العزيز إسماعيل الرصاصي. إياد، ألف شكر لك، تحية لكم جميعا لهذه الفرصة الرائعة. شكرا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا بنت عمي هيفا، شكرا جزيلا، الله يرضى عليك، ممنون كثير كثير على الكلمة اللطيفة والرقيقة. الله يخليك، شكرا. يب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذة هيفا على هذه الكلمات الرائعة. طيب ضيوفنا الكرام، هل هناك أي مداخلات أخرى؟ الأستاذ حجي آدم، هل لديك أي مداخلة؟ شكرا ريهام، شكرا دكتور محمد والأخ عياد على عمل هذا الكتاب الجميل. اللي أحب أقوله أنا في حق هذا الكتاب وحق هذا الرجل، أنا التقيت معاه في حياتي مرتين في السبعينات، في بداية 1970 بصراحة. مرة كنت رايح أتقدم لطلب الجواز، ومرة كنت في موضوع آخر. والي إسماعيل الآن في يعني في هذا الوقت، عندما نتكلم عن الولاة، اسم الوالي شيء بسيط يعني على لسان الناس، لكن أنا لحقت عليه من تقريبا، لأن كنت أنا عايش في الدوحة وجيت رجعنا عمان في 65. مكانة والي إسماعيل في ذاك الوقت كانت مكانة كبيرة جدا. يعني إحنا كنا أطفال كنا نخشى إذا عملنا شيء غلط كانوا يخوفونا باسمه، قلنا إذا ما تعدلت رب نوديك عند والي إسماعيل. مجرد ما تسمع هذا الاسم انت تنتفض من الخوف. الرجل كان شخصيه وكان له مكانه كبيره في بالذات بالنسبه لاهالي مسقط ومطرح. انا ما اعرف ايش كانت العلاقه ما بينه هو وبين سيد فهر في اواخر الستينات. كنا احنا نلاحظ سيد فهر يمر على مراكز الولاه، لان احنا كنا في خط الباطنه، فكنا نلاحظه شهريا تقريبا او ما بين وقت الى اخر، وكنا نعرف من سائق انه هو طالع في زيارات تفتيشيه. فما ادري هل كان هو يعني يشرف على سيد فهر، او سيد فهر كان يعمل معاه في نفس المجال، انا ما ادري عن هذا الموضوع. انا سؤالي هنا، لان في ذاك الوقت هو اولا عاصر ثلاثه سلاطين اعتقد، سلطان تيمور، سلطان سعيد، و قابوس. هي قابوس، فهذا بحد ذاته بصراحة تاريخ ثلاثة حقب مختلفة. يعني لو جينا نتكلم اقتصاديا، في عهد السلطان تيمور الوضع الاقتصادي، في عهد السلطان سعيد بن تيمور اختلف، وطبعا النهضة المباركة كانت مختلفة كليا. أنا سؤالي الأخ عياد والدكتور محمد، يمكن من خلال بحثكم يمكن اطلعتوا عليها، لماذا اختير فلسطين للتوظيف؟ في ذاك الوقت كان العراق وكان مصر، و يعني it's a bit strange، يعني في ربما بسبب تواجد الإنجليز أنا ما أدري، لكن لماذا اختير التوظيف من فلسطين، وإيش كانت الإغراءات بالنسبة للموظفين أو المدرسين اللي كانوا موجودين في فلسطين إنه يتركوا البلد زين ويأتوا إلى عمان، بلد كان متخلف ذاك الوقت بصراحة. شكرا. مين بحب يجاوب على هاي؟ لأن بسرعة
طبعا موضوع الانجليز كان موضوع مهم، فطلب من 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 القنصل الاتصال مع القنصل في في في, في القدس، وكان القنصل الانجليزي اللي حطوا اعلان في اعلان في القدس انه كان بيطلبوا مدرسين ومدير ومدرسين للمدرسه اللي راح تطلع. ولذلك وكان الوالد الله يرحمه كان بيطلع انه يحسن من معاشه من دخله، ولقى انه هاي حتى ولو انا ما بعرف وين مكانها مسقط عمان او شيء، فبس خلينا نجرب. لذلك انه لما وقع العقد معاهم في فلسطين قبل ما يجوا كان لمدة سنة واحدة بس، على أساس إنه وحافظ على وظيفته هناك، على أساس إنه وبعدين وافقوا له إدارة المعارف وافقوا له على ذلك. It's an experience. استكشاف، حب معرفة، مغامرة. والله فرجها بعدين الحمد لله رب العالمين. لذلك كمان هو مرتاح أول سنة وطلب استقال أكثر من مرة. وبعدين جلال السلطان السعيد الله يرحمه طلب انه لا خليك، انا اريدك لاشياء ثانيه، وهذا يثبت انه لقى في شخصيته is a different character, different personality عن اللي كان موجود، ومن هناك تطورت الامور. يعني هذا اكثر شيء ممكن اجاوبك عليه لمعرفتي بالموضوع. دكتور محمد، شكرا جزيلا، أشكر الأستاذ الحاج آدم على مداخلته الثرية والمعلومات التي أشار إليها. هذه حقيقة أنا أستفيد منها يعني في تدوينات لاحقة، لأن المعرفة متكاملة. بالنسبة لماذا فلسطين بالذات، هو من يتتبع الموظفين الإداريين الذين أتوا إلى عمان تحديدا يعني منذ بداية القرن العشرين يكتشف أنهم متنوعين من دول مختلفة. ولذلك حتى ويندل فيليبس في كتاب تاريخ عمان أشار إلى ذلك، أشار إلى أن السلطان سعيد بن تيمور كان يريد أن يستفيد من أي خبرة أو كفاءة إدارية حتى ولو كانت من خارج البلد. يعني على سبيل المثال لما نذكر إسكندر حنا هذا اللي مدير عام الجمارك السلطانية من 1923 إلى 1900 وتقريبا نهاية 59 بداية 60 عندما توفي، فهذا الرجل كان خبرة كفاءة إدارية كبيرة في مجال الجمارك، حتى أنه أعطي وسام السعيدي في سنة 26 نتيجة لكفاءته. لما تحدث عن أحمد حمدي العراقي، هذا أيضا كان رجل عراقي لكن أتى في جمارك مطرح وظل. لما تحدث عن أيضا عمال جمارك في 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 ميناء صورة في ميناء مطرح مسقط كانوا أيضا من المصريين وموجودين ولا يحضرني اسمهم لكن موجودة لدي. أيضا لما نتحدث على سبيل المثال عن المناضل الكبير إسماعيل الباروني، سليمان الباروني الذي أتى من العشرينات وظل فترة طويلة وقام بالعديد من الأعمال يعني في 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 الأعمال التطويرية كإنشاء مدرسة الباروني ومحاولة إنشاء مستوصف وإدخال بعض ملامح النهضة في عمان، رجل ليبي، بالإضافة إلى أيضا العمال أو الإداريين الإنجليز بروترام توماس و هيوارث ومجموعة. لما نتحدث عن الهنود محمد إسماعيل مقبول حسين ومجموعة أخرى، فنلاحظ أن أيضا كان هناك تنويع في الخبرات الإدارية. لماذا فلسطين في مجال التعليم؟ قد يبدو أيضا كان في تطور موجود في 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 فلسطين في تلك الفترة. أيضا الإعلانات التي انتشرت في ذلك الوقت، أيضا ظهور جيل يعني أول ثلاث مدرسين زي رشاد أبو غريبة وفتح الخطيب و معير الرصاصي، هذا أغرى الآخرين بعد ذلك بالحضور، بالإضافة إلى نكبة الفلسطينية وما حدث لفلسطين فيما بعد، أيضا اضطرار البعض إلى أيضا الهجرة وإلى المجيء، فأتت وفود أخرى فيما بعد ظلت وخدمت وقدمت وأعطت كثير من خبراتها يعني النهضة التعليمية في عمان. شكرا. اسمحوا لي، أيضا هناك في نوع من الوثيقة اللي تتحدث التعاون اللي كان قائم بين فلسطين وبين دول الخليج مجال التعليم، يتحدثون عن عدة دول إن فلسطين كانت هي المبادرة في تقديم هذه المساعدات في مجال التعليم من المنهج من المدرسين من أي مساعدة. فطبعا كانوا يأتون إلى هذا إلى عمان لهذا الشأن يعني لهذا الغرض. من ضمن عمان طبعا الكويت استفادت كثير، وهذا صحيح. في بداية 1930 من القرن الماضي، وحتى إذا كان هناك اختيار
للمرحوم إسماعيل الرصاصي، وأنا أظن تم اختياره من فلسطين، من مسؤولين فلسطينيين، أن يذهب إلى عمان باعتبار أنه كان رجل ينجز الأعمال في وطنه، فجاء إلى عمان ليكمل هذا المشوار. هذا مجرد يمكن استنتاج من عندي يعني. شكرا. هذه إضافة مهمة، ولذلك حتى في الوثائق الإنجليزية هناك ملفات خاصة عن يعني الموظفين الفلسطينيين في الخليج، هناك ملفات خاصة موجودة تتناول فقط دور الموظفين أو دور رجال التعليم الفلسطينيين في مدارس الخليج وتأثيرهم سواء في الكويت أو سواء في عمان أو بقية مناطق الخليج. صحيح. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. المهندس صالح الشنفري، هل لديك أي مداخلة؟ طيب ضيوفنا الكرام، هل لديكم أي مداخلة قبل أن نختم جلستنا لهذا اليوم؟ أنا مداخلتي الوحيدة، أنا أعتقد لا يزال هناك الكثير لوالي إسماعيل يكتب، يعني الكتاب جميل جدا، هذه ربما بداية، وأيضا يمكن بداية أيضا لشخصيات أخرى مثل ما تفضل دكتور محمد، يعني في شخصيات بصراحة، يعني على سبيل المثال ناخذ مدرسين، نحن المطرح محمد علي وعبد الرضا وحسن والجماعة هذول اللي درسوا أجيال أيضا، وأستاذ سودي، يعني أنا كنت أشوف المرحوم والي إسماعيل أكثر شيء عندما كنت أروح مدرسة السودي كان جنب البرزة، فإحنا رايحين نشوفه وطالعين نلقاه، هو يمكن طالع في سيارته أو واقف برا. أنا أعتقد فيه لا يزال هناك الكثير. وبالنسبة للمدرسين الفلسطينيين، أنا أتذكر في 62-63 في الدوحة تقريبا معظم المدرسين كانوا عندنا من فلسطين. مشكورين، أحسنتم. شكرا جزيلا لكم. ضيوفنا الكرام، كلمة أخيرة قبل أن نختم جلستنا لهذا اليوم، تفضل أستاذ إياد. لا، الكلمة الأخيرة، أولا أنا بفتقد أخي وصديقي سيمون أبو كريم، اللي كنت متوقع أنه كان راح يختم ويختصر اللقاء، وإن شاء الله بيرجعه سالم ويعود لنا بصحته وعافيته. ثانيا أشكر مرة ثانية استضافتكم لي وللدكتور محمد، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للحضور، ممنونكم كثير، عدبتوا نفسكم، الله يبارك فيكم، شكرا، استمتعنا بوجودكم، وإن شاء الله في لقاء آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد، تفضل. والله أنا إذا كانت من كلمة شكر فهي كلمة شكر لمجلس الخنجي على إتاحة هذه الفرصة، ولك أيضا على إدارتك للحوار، ولكافة الحضور الذي حقيقة أنا أعتبر وجودي اليوم بينهم استفادة حقيقية وكبيرة، لأن مداخلات يعني ناس بقيمتهم وقامتهم يعني مداخلات ثرية ومهمة وتصحح من مساري البحثي البسيط، وتجعلني أنتبه لكثير من النقاط التي بحاجة إلى تسليط ضوء أو إعادة مسار في المرحلة القادمة، فشكرا لكم. شكرا لكم. شكرا دكتور جزيلا. محمد، عفوا دكتور محمد، لو تلتقي مع أستاذ أحمد دراز ما زال على قيد الحياة بصحته وعافيته، لأنه كان نفس الشيء مدير مدرسة، وكان مع أيام والي إسماعيل، فالمدرسين أعتقد أن تلتقي معه أحمد دراز الله يعطي الصحة والعافية، لأنه من المعلمين القدامى، وخاصة في مدرسة مسقط لما تأسس مطرح 1959، وكثيرا من المعلمين ممكن يعطيك هذا نبذة عن تاريخ عمان. أستاذ أحمد دراز أبو خليل موجود، أستاذ عياد ممكن تعمل تنسيق معهم حول هاي الموضوع مع أستاذ أحمد دراز، ومثل ما الأخ حاجي حول المدارس محمد علي وأستاذ عبد الرضا وأستاذ قاسم، هذه المدارس الأهلية اللي تعلمنا منهم مدرسة أستاذ سودي، وكان مثل ما تفضلنا أن والي إسماعيل كان له مكانة كبيرة بالذات في مطرح، يوم كنا نحن صغار ونسمع عن
إذا قالوا والي إسماعيل فلازم أنت يعني تأدي تحية توقف، وخاصة في سوق مطرح في هذا المجال. فشكرا أستاذ إياد على هذا الكتاب، والله يعطيك صحة والعافية. شكرا دكتور محمد. شكرا أستاذ وليد. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا أخي وليد، ممنون كثير أستاذ وليد، الله يبارك فيك. أختي ريهام، أنا أخيرا أنا بدي أعبر لك عن الشكر الجزيل لإدارتك لهذه الحلقة، الله يبارك فيك. ومرة ثانية أبو عبد الله، شكرا جزيلا استضافتك لنا، الله يطول بعمرك ويبارك فيك ويبارك بأولادك إن شاء الله وبعائلتك. شكرا 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 جزيلا الأخ إياد، وشكرا للدكتور على هذا الإثراء المعرفي. شكرا الحمد لله أخيرا تحقق الكتاب، وأخيرا تحقق أيضا التدشين في مجلس الخنجي، ونتمنى يعني مزيد من الكتب. أنا عارف الدكتور يتابع أكثر من ملف، وإن شاء الله يكون أيضا بيننا لقاء في موضوع آخر، إن شاء الله في موضوع آخر لما أرجع إن شاء الله نلتقي في رمضان. وشكرا لحضوركم جميعا وإلى اللقاء. شكرا أبو عبد الله. شكرا جزيلا. شكرا جزاكم الله خير. شكرا، الله معكم. مع السلامة.